من خلال احدى اللقاءات مع الدكتور محمود صلاح، طبعا هو المفوض الاستشاري من الهيئه الامريكيه للعلوم والتكنولوجيا، فكنا عم نتكلم بتدريب جديد، فاقترحنا تدريب لذوي الهمم. ليه ذوي الهمم؟ هم الناس يعني خلينا نقول مهمشين من ناحيه التدريب او الكورسات، قليل تعامل معاهم ضمن ان يطلعوا على الستيج. معلش اقطع كلامك، ولكن عرفني ازاي يعني، هو هل فعلا ما كانش في حاجه بتخص ذوي الهمم في مجال التدريب، ودي اول اطلاق تدريب جديد من باشمهندس ماهر قاسم، وخلينا نقول اللي هيتم تدريبه داخل ايجيبشن بورد اكاديمي، مظبوط كده ولا؟ صح صح كلامك صح، هي اول مره بيتم اطلاق كورس مختص فقط لذوي الهمم على تدريبهم ازاي يكونوا مقدمين او يلقوا او حتى يدوا كورس او يصيغوا ماده تدريبيه، ويكون عندهم يعني كورس او تدريب له عنوان زي وزين مثلا الناس السليمي او العادي. فما هذا الفكره الجديده يعني جديده جدا. قول لي، هل التدريب موجود في مصر ولا هو لاول مره بيحصل؟ كلمنا اكتر وخلي الناس تعرف عن التدريب الجديد ده. اوكي، هلا انت كنت عم تتكلم بنقطتين، النقطه الاولى اللي هي هل هو التدريب هذا جديد او لا، النقطه الثانيه اللي هو انا ازاي اجت الفكره لبالي. تمام، النقطه الاولى انه هو تدريب جديد على مستوى العالم كله، هود المعوقين، وانا شخصيا بقول معوقين وليس معاق. تمام، ليه؟ خلينا بس الفرق، كلمني عن الفرق بالضبط عشان الناس تبقى عارفه احنا بنتكلم على ايه بالضبط. الفرق انه المعوق يعني في شيء بيعيقه عن اداء مهامه الاساسيه. انت لو عملت حادثه لا سمح الله وانكسرت اجرك، حتفضل قاعد في البيت شهر او شهرين انت لحتى تقدر تقوم، فانت معوق في شيء عايقك عن اداء مهامك الاساسيه. تمام، اما الاعاقه فهي شيء لاصق فيك، فحتى على المستوى النفسي نحن حنكون حريصين ضمن هذا التدريب. النقطه الثانيه، الفكره اجت من خلال نقاشي انا والدكتور.